Hey, can I get black coffee, please? Thank you. أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. ذات يوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على رجل من الأعراب، فلم يصدق الرجل نفسه أن ضيفه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ الرجل يقدم الطعام والشراب والفاكهة وما تيسر عنده لرسول الله، مع أنه رجل فقير لا يملك شيئا إلا القليل، لكنه كان في قمة السعادة لأن بيته قد امتلأ نورا وبركة بوجود النبي صلوات الله عليه. فتعجب الرسول من كرم هذا الرجل الفقير، فما كان منه إلا أن طلب من هذا الأعرابي أن يأتي إليه بعد ذلك ليجزيه ويكافئه على كرمه. فالتقى هذا الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم عقب انصرافه من غزوة حنين، ففرح عليه السلام بلقائه ورحب به وأكرمه وقال له: سن حاجتك. ظانا منه أن هذا الأعرابي سيطلب شيئا كبيرا، كأن يسأل الرسول أن يدعو له بمغفرة ذنوبه أو بدخول الجنة وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، لكن هذا الأعرابي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كنوز الآخرة، بل سأله شيئا يسيرا من حطام الدنيا الفاني، حيث قال له الأعرابي: يا رسول الله، أريد ناقة برحلها نركبها ونسافر عليها، وأعنزا نحلبها ونشرب حليبها. حزن النبي حزنا شديدا، ذلك أن هذا الأعرابي أتيحت له فرصة العمر بأن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة فيفوز في الدنيا والآخرة، لكنه ترك كل ذلك وسأل الرسول الكريم عن شيء يسير يمكن طلبه من أي إنسان آخر غير النبي. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الأعرابي: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لم يسمعوا بسيرة عجوز بني إسرائيل من قبل، فقالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لهم قصة العجوز. تبدأ قصة عجوز بني إسرائيل من أيام نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر وأحس بعد ذلك بقرب أجله، هنا أخذ نبي الله يوسف عليه السلام العهد والميثاق على بني إسرائيل أنهم إذا خرجوا في يوم من الأيام من مصر أن يحفروا ويأخذوا جسده ويدفنوه في الأرض المقدسة في فلسطين. ولما بعث نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأبى فرعون أن يؤمن بالله، بل وحارب رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام وخرج بجيشه وراء موسى ومن آمن معه من أجل أن يقتلهم. وبينما هم يهربون إذ ضلوا الطريق، فتعجب نبي الله موسى عليه السلام فسأل من معه من علماء بني إسرائيل عن سبب ذلك، فقالوا له: إن يوسف عليه السلام قد أخذ العهد على بني إسرائيل أنهم إذا خرجوا من مصر أن يحفروا ويأخذوا جسده ليدفنوه في الأرض المقدسة. فقال موسى عليه السلام: وهل هناك أحد يعرف مكان قبر يوسف عليه السلام؟ قالوا: لا يعرف مكان قبره إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل. فقال موسى عليه السلام: ائتوني بها. فذهبوا إليها وجاءوا بها إليه، فلما رآها قال لها: دليني على قبر يوسف عليه السلام. فقالت المرأة العجوز: لن أدلك على قبره إلا إذا حققت لي طلبي. فسألها موسى عليه السلام: وما هو طلبك؟ وماذا تريد؟ قالت: أريد أن أكون معك في الجنة. فتعجب نبي الله موسى عليه السلام من طلبها واستصعب أن يحقق لها ذلك، لأنه رأى أن هذا العمل البسيط الذي ستقوم به لا يساوي أن تكون معه في تلك المنزلة العالية، فهناك من يحرق أو يقطع بالمنشار حيا في سبيل الله كي ينال مثل هذه المنزلة الرفيعة، فكيف لهذه العجوز أن تنالها بمجرد إعطاء معلومة بسيطة عن مكان قبر يوسف عليه السلام. وهنا كانت المفاجأة،
إذ أوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى في تلك اللحظة بأن يعطيها سؤلها وما أرادت، وأن يخبرها بأن الله قد حقق لها أمنيتها وأنها ستكون مع موسى عليه السلام في الجنة. وعندما أخبر نبي الله موسى عليه السلام هذه المرأة العجوز بأنها ستكون معه في الجنة، قامت المرأة وتوجهت إلى بحيرة صغيرة قريبة منهم وطلبت أن ينض ذلك الماء، ثم قالت لهم احفروا هذا المكان. فلما حفروا وجدوا جسد يوسف عليه السلام كما هو وكأنه قد دفن الآن، فلما رفعوه وصاروا به أضاء لهم الطريق كأنهم في ضوء النهار. كن صاحب همة عالية ولا ترضى بالقليل، فإذا سألت الله الرزق فاسأله الغنى، وإذا سألته النجاح فاسأله التفوق والتميز، وإذا سألته الجنة فاسأله الفردوس الأعلى. كن مثل عجوز بني إسرائيل ولا تكن مثل الأعرابي. اشترك.